الحلقة 17 من مسلسل العتاولة. تبدأ الحلقة وعيسى يقول لفرج: قوم يا فرج، أنا عيسى يا فرج، أنا عيسى حبيبي، مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي قتلك؟ الحنة بنت مرات توحيدة هي اللي قتلتني. قال له سلام. قال له يا سلام، عارف يا فرج دي أحسن كلمة قلتها في حياتك وإن شاء الله هتكون آخر كلمة. قال له كده هيموت يا كبير. قال له اوعى، يموت يموت، الأعمار بيد الله وإنت راجل مؤمن. وبعد ما موته قال لبن: يلا يا بن توج جتة. عملوا المطعم بقى حنة ونصار، هي بتديله الأكل، قال لها من يد من عدمها. قال لها كويس إن المطعم شغال رغم إننا ما عملناش افتتاح. قالت له اصبر، إحنا مش هنلاحق على الزباين. وهو بيبيع للزباين دخل خضرة أخوه وقال له: قال له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ اللي يسيب شغله اللي بيكسبه ذهب ويقف يبيع سندوتشات يبقى أكيد ما عندوش مخ. نصار قال له: منور يا خضر يا أخويا. قال له حد يسيب كاره ويبيع سندوتشات؟ أنا ما صدقتش لما أمك قالت لي. قال له لا صدق، بس أنت يا خضر اللي دماغك مودياك في حتة تانية. قال له إيه نصار، شغلنا مع بعض وخلاص بقى بح، فين التمثال؟ قال له التمثال أقول لك فين ولا تزعلش. قال له هالحتة دي بقى اللي ما أقدرش أدور فيها. وراح مد ايده على السندوتشات وراح قاعد على الترابيزه. حنا جابت لهم الشاي، قال لها شكرا يا مرات اخويا، هاتلنا بقى كوبايه فاضيه ودبوس. نصار قال له دبوس يا جدع، انت اتجننت؟ ده مكان اكل عيش. قال يا باشا اللي يعرف خالي يروح يقول له. قال دبوس ايه يا خضر؟ فحنا بتقوله دبوس ايه؟ قال لها الله، هو انت ما عرفتيش؟ هو انت ما فطمتهاش يا نصار؟ ده ابوك قبل ما يتكلم الله يرحمه كانت امك تكون مجهزه للكوبايه والدبوس. على العموم بلاش نفركوها. نصار قال يا عم تفرك ايه، ده مكان اكل عيش. قال له معلش يا اخويا، كان نفسي اعمل معاك الواجب. راحت حنة قالت له كتر خيرك، خيرك سابق ومش مره واحده، مرتين. ضحك خضر وقال لها ده انت قلبك اسود قوي يا مرات اخويا. نصار قال خلاص خلاص يا حنة، راجل جاي يعمل واجب، يلا شوف شغلك. قال كتر خيرك بالاذن. قال لي بقول لك ايه يا نصار، في مصلحه كده قدامنا هنخلصها سوا. نصار قال له يا عم خلاص انا تبت. قال له تبت؟ تبت كده من غير ماتش اعتزال؟ وابقى مربي اشبال وانا معايا اخويا فرود؟ المهمه دي في ملعبنا وجايه سهله. قال له خضر انا دقت طعم الحلال، واللي يدوق طعم الحلال ما يرجعش للحرام تاني، يا ريت تعمل زيي. قال له طب وهناكل منين؟ ممكن انا هعمل هنا نصبايا وامك تعمل مفتقه والزبون يحل بعد ما ياكل. نصار قال له انت بتتريق؟ على العموم يا خضر انا قلت لك اللي عندي وانت وشوقك. خضر قال له الكلام ما بيننا ما خلصش يا نصار، شكرا على اللقمه، شكرا يا مرات اخويا، وما تنسيش تروح تود حماتك، هي طيبه وبنت حلال وبتسامح. مش خضر ونصار قال لحنا تعالي، وشك اتقلب كده ليه؟ الراجل جاي علشان يبارك. وما تقلقيش، اللي بيشوف النور عمره ما يرجع للضلمه تاني، يعني انسي ان انا ارجع للحرام. سترة العتر قاعده مع ابنها خضر وبتقول له بعدين مالك يا خضر فيه ايه؟ قال لها عمليه ساقعه قوي يما، بس مش لاقي رجاله. قالت رجالة جاهزة؟ قال لها مين؟ قالت له السبتي. قال لها السبتي انت عايزة تقل بالعتاولة ياما؟ قالت ماله السبتي ده معاها رجالته. قال كمان جايبها لهيله؟ شكلك كده عاوزة تسلمينا ياما. قالت له مفيش غير السبتي وخلاص، هنعمل ايه؟ المهم السبتي خبط على نجاة، قالت له رايح فين؟ قال لها انا عايزة انام في بيتي. قالت له انت صدقت ان بيتك؟ وراح طرداه. قال لها بقولك ايه، انا هنزل الشارع واسيح واقول ان ده حوار، ولا ادخل انام لساعتين؟ قالت له ادخل اتلقح جوه، بس لو جيت ناحيه دينا بنتي مش هيفرق معايا لا رشدي ولا الشارع بحاله. يسرى قاعده مع عائشه وبتقول لها شفت يا مدام يسرى، عرفت ان هو مش ابنك من التحاليل؟ قالت لها اه عرفت وضايقت جدا ومش عارفه اعمل ايه. مرضتش طبعا افهم جوز الاستاذ مراد علشان هو رافض الموضوع كله، ولو كلمته هتحصل مشكله كبيره، بس انا خايفه وقلقانه ومتلخبطه وكل حاجه داخله في بعضها والموضوع صعب. فعيشه قالت لها كل حاجه هتمشي باللين وبالمسيسه. قالت لها بقول لك ايه، ما تيجي الفيلا انت وفارس وانا هيبقى معايا مالك ويكون مراد مش موجود. قالت لها ماشي. سترة العترة نجاة راحت عندها فراحت مديها علبة وقالت لها تحطيها جوه عينيكي وتقفلي عليها واوعى حد يشوفها، لا جوزك ولا بنتك ولا حتى السبتي، وخصوصا السبتي، والواد ده
لازم تتطلقي منه. بعد العدة ترجع الرشدي، ولو حاجة حصلت ولا حد شم خبر هاخد روحك يا نجات. قالت لها لا يا روحي، دي برقبتي، واول ما تعزيها هتلاقيها بقفلتها. خضرة دخل يسرق ويقلب في الورق وفي الادراج وبيدور على شنطة الفلوس، وفي الاخر لقاها. وبعدين فتح الشنطة لقاها مليانة فلوس رزم رزم، وبقى مبسوط على الاخر ومسك الفلوس. هوب جم الناس مسكوه هو والسبتي وحطوا المسدسات في دماغهم. السبتي قال انا ماليش دعوة، ده هو اللي محرضني، والله هو اللي محرضني، وانا عارف اسمه ثلاثي وعلوان بيته كمان. يعني سلم خضرة تسليم اهالي. مشهد تاني، وبن بيدفن فرج بعد ما قتلوا عيسى الوزان زي ما قالوا، واخد الازازة اللي قتلته بيها حنة ولفها في كيس وحطها في جيبه. مشهد خضر متكتف هو والسبت ومربوطين. السبت بيقول وبعدين يا عم خضر؟ قال له مالكش دعوة يالا، ما تتكلمش خالص، انت عيل ما تسترجل يالا. جه نصار ومعاه رجالته علشان ينقذ اخوه. نصار ضرب الرجالة ودخل على اخوه خلصه وفكه من الكرسي. فخضر قال له مش قلتلك مقسوم على اتنين؟ قال له ما تتعودش على كده يا خضر. وبعد ما فكه جم ناس وقفوله، راح خضر ونصار ضربوهم. والسبت فضل يسقف، قالوا نبع تولة. نصار قال له يلا يا ابن الهبلة. نصار قال لخضر كده خلصين بقى يا عم، انت مرة وانا مرة، واحد واحد. فخضر قال له الحاجة سطر عايزاك. قال له لا، سكتي غير سكتها. فقال له تعالى يا خضر، باب التوبة مفتوح، ربنا سترها علينا كل مرة، لكن المرة الجاية ما تعرفش هيحصل ايه، ودي اخرتها يا السجن يا الطرب. فخضر قال له اثر فيك قوي ودخل دماغك كلام الحاجة حنة، ناوي تطلع عمرة ان شاء الله ولا تحوش وتطلع حج؟ ويا سلام بقى لو انتوا الاتنين عملوا ليكم مقام، الشيخ نصار والحاجة حنة. فوق فوق يا نصار. قال له انا فقت واتغيرت من ساعة ما قابلت الحاجة حنة. قال له اخرتها معروفة، كده كده هترجع لتاني، يبقى ايه لازمة وجع القلب ده؟ نصار قال له انا خلاص قلبي اتعالج وغير شرايين، عقبالك يا ابن ابويا. خضر قال له مسيرك هتيجي يا نصار، وسابه ومشي. عيشة واخدة فارس الفيلا عند يسرى وقالت له تحط لسانك جوه بقك، انت هنا مش في الشارع، انت في الفيلا وعند ناس راقيين فتسكت خالص. نزلت مدام يسرى وبتسلم عليه وبتقول لها هو ده فارس؟ قالت لها اه فارس. راح مسلم عليها وقال لها الف مسا عليك يا قمر. هي بصت له واستغربت. نصار وحنة بيتخانقوا مع بعض، وقالت انت ازاي تروح له وتتخانق بسببه؟ قال لها اخويا دمي، ما ينفعش اسيبه لوحده. وبعدين ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. قالت ماليش فيه ازاي، انت عايز تنزل ما تجيليش تاني؟ عايز تسيبني في الدنيا دي لوحدي؟ اخوك من ساعة ما جاء علينا وهو ما جابش وراه غير الخراب. قال لها اخويا وكان هيروح مني، عايزاني اعمل ايه؟ قالت له اخوك ده وش خراب، مطرح ما يحط رجله لازم تحصل مصيبة، حرام عليك مالكش دعوة بيه، احنا مالنا؟ وبعدين حقك عليا، انا خايف عليك قوي، انت لو جرالك حاجة انا ممكن اولع في نفسي فوق الكوبري. قال لها بس خلاص، وراح حضنها وبس دماغها. فوزي السوبر فايزر عين نورة اخت مديحة وخلها في الريسبشن في الاستقبال. قالت له متشكرة جدا يا مستر فوزي. قال لها خد الرقم ده وتكلميني على الخاص في اي وقت. وعمال يغازلها، ودينا رفارف واقفة متضايقة وبتاكل في نفسها. بعد ما مشيت زعقت مع فوزي، قالت له مين الحلوة دي يا فوزي؟ قال لها اسم السوبر فايزر فوزي. قالت له من امتى ان شاء الله؟ يعني تحط البنت المخسعة دي في الريسبشن وانا لا؟ قال لها هي معاها لغات، انت معاك ايه؟ قالت اذا كانت هي عندها لغات انا عندي امكانيات. سلام يا عم السوبر. نصار راح لمرات الدخاخني، قالت له انا كلمتك كتير وما بتردش. قال لها معلش كان في حوارات كده وكنت محبوس يومين. قالت له فين التمثال؟ قال لها طب وفين الفلوس؟ هتديني كام؟ قالت وانا ايش ضمني، مش ممكن تكون بعته؟ قال لها الله هنشك من اولها، مفيش ثقه بقى. قالت له طب اديني اماره. راحت مدياله 10 جنيه وقالت له صور العشرة جنيه مع التمثال وبعت له الصورة، وابعت الصورة عند النهاردة وانا اصدقك. فخد العشرة جنيه ومشي، وخضر واقف بيراقبه. مشهد تاني، حنة مشغلة معاها مرات خرطوشة على بترينة السندوتشات، وقاعدين يعملوا سندوتشات مع بعض ويحكوا مع بعض على خرطوشة ان هو كان نفسه يسافر ايطاليا وياكلها بالحلال. فحنة قالت لها نصار حكالي كتير عنه الله يرحمه. عيسى الوزان راح المطعم لحنة وقال لها اللون الأحمر حلو قوي مش كده؟
فرج جوز امك مات. قتلتيه ليه؟ ده انت جحده، انت قتلتيه قتل خطا ولا مع سبق الاصرار والترصد؟ هتفرق. وهي بقى قالت والله العظيم غصب عني، ما كانش قصدي، انا قتلته ده هو اللي كان عايز يتهجم عليا. وانا اقول يا عم فرج عيب، انا زي بنتك. راعي عيسى الوزان فتح الموبايل وبيسجل لها، وهي بقى عمال تخر وتحكي. قال الله بس حلوين اول كلمتين دول، راح قافل الموبايل. قالت والله انت بتسجل لي؟ قال لها ولا كلمه. الكلمتين دول تقوليهم قدام القاضي، وانت وحظك بقى، ممكن القاضي يطلع رؤوف يطصك 25 سنه سجن. بس قول النصار حاجه عيسى ترجع له، والا عشماه مستنيكي. وراح متلف منها سندوتش وقال لها باي من غير سلام. سترة العترة بتتفرج على الماتش، وجت لها البنت قطة قالت لها توحيدة متجوزة واحد اسمه فرج وشغال عند عيسى الوزان، السواق بتاعه أو غفير عنده. قالت لها بس ابتدت تلدع، أنا عايزك تجيبي له قراره أكتر وأكتر. نصار قاعد على البحر وفي إيده التمثال، وبيطلع التمثال وحطه تحت العشرة جنيه وصوره، وراح بعته لمرات الدخخني. اتصلت مرات الدخخني بواحد وقالت له انت عرفت مكان التمثال فين، يلا بقى شوف شغلك. وراح اتقفل معاه. شكلها كده والله اعلم كان خضر اللي معاها على التليفون. ده توقعاتي لان خضر هو اللي شافه. شادية راحت لسعد وقالت له ازيك يا حبيبي عامل ايه وحشتني. قالها ايوه اللي ربى خير من اللي اشترى. قالت له انت ربيتني وبعتني يا سعد. قال لها لا انت اللي سبتيني. طيب انا هروح اعمل لك شاي. قالت له ماشي ما تزودليش السكر. وراحت مطلعه السكينه من شنطتها وتقفل الحلقه.